الهشوشة. صحيح الأنظمة السابقة كانت رافضة قيام نقابة للإعلامية، إنما أيضا بيشاركهم المسؤولية بعض الإعلاميين اللي كانوا لقوا نحن بدأنا نتحرك فورا وبدأنا نعمل مشروع قانون، فيروح بقى للمسؤول اشمعنى دول اللي يعملوا هم النقابة، دول ما فهموش، دول لسه عيال صغيرين، دول أخذنا كل طعم الدنيا. فبعض الإعلاميين للأسف كانوا ضد المشروع، مش لمجرد انه ضده، يعني المثل البلدي فيها لخفيها، يعني ما دام مش هم فيها لا. فدول برضو عطلوا المشوار شويه. اتمنى ان ده ينتهي، الملف ده ينتهي، وكلنا كاعلاميين بنتحرك كصف واحد لتحقيق حلم طال انتظاره على مدى عشرات السنين. وبالمناسبه هو مش حلم لنا بس، ده حلم للإعلام نفسه. يعني وضع الإعلام حاليا ما بيصرش لا عدو ولا حبيب، فالنقابة لها دورها بقى هنا في الارتقاء بمستوى المهنة وإيقاف التجاوزات إلى آخر. أهم حاجة أول مواد القانون الارتقاء بمستوى المهنة. نترجم الكلمة دي عمليا إلى إيه؟ إن يبقى الأداء المهني السليم، الثقافة المتوازنة، الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، الالتزام بمدونة السلوك المهني، كل الحاجات دي كلها هي اللي بتظبط العملية الإعلامية. من يخرج بقى عن الميثاق والمدونة وكل ده، النقابة هنا بقى اللي دورها. لو سمحت يا سيدي الإعلامي، أنت خرجت عن ميثاق الشرف، أو أنت عملت أو وبياخد تحذير ثم إنذار ثم إيقاف 6 شهور ثم شطب نهائي. وبالمناسبة النقابة شأنها شأن أي نقابة في الدنيا، لو شطبت إعلامي من العضوية ومن العمل الإعلامي استحالة يرجع تاني، قضية بقى محكمة، بقى يخش في محكمة. طيب دلوقتي النقابة، وده سؤال متوقع منكم، هل هي للإعلام الرسمي فقط ولا لا؟ ده للجميع، الإعلام الخاص والإعلام الرسمي، وبالتالي إلزام للجميع. ممكن ناس ما هماش أعضاء نقابة، صحفي، طبيب، شيف في المطبخ إلى آخره، ده أي حد من دول بياخد تصريح اسمه مزاولة المهنة، بياخد تصريح بمقابل من النقابة، وهو بياخد التصريح بيمضي إن هو ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني إلى آخره. فتخيلوا بقى لما ده يتم بهذا الشكل يحصل إيه؟ إن إحنا بننقذ الإعلام ونلحق البلد من انهيار الإعلام بهذا الشكل. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوالي. www.washwasha.org